الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من كتاب اللغة المنير في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. إذا أحبتي اليوم لدينا الوحدة الأولى الأسبوع الثالث، إذا الحضارة المغربية. إذا أستعد للقراءة. إذا عرفت الحضارة المغربية أشكالا متنوعة منها الخط المغربي، فبماذا يتميز الخط المغربي؟ إذن ألاحظ وأتوقع، إذن أقرأ العنوان وأتأمل الصورة المصاحبة وأفترض موضوعا للنص. إذن لدينا العنوان أحبتي الصغار، جمالية الخط المغربي. وهنا كما كتشوفوا معايا، فهنا لوحة فنية جميلة جدا للخط المغربي. إذن هذه آية قرآنية، إذا مكتوبة بالخط المغربي. أحسنتم، هنا زخارف يعني جمالية وتناسق للألوان والأشكال الهندسية. إذا أحسنتم، إذا فغالبا النص سوف يتحدث عن الخط المغربي. جميل. إذا الآن نمر إلى قراءة النص. إذا انصتوا لي مزيان، انصتوا إلي جيدا كي تجيبوا على أسئلة الفهم إجابة صحيحة ولكي تفهموا هذا النص، فهو نص جميل فيتحدث عن خطنا المغربي الأصيل. أحسنتم، إذا يعتبر الخط المغربي عن جانب من جهود المغاربة وإسهامهم الفني في الحضارة الإسلامية وخصوصيات نظرتهم إلى الكتابة العربية. إذا انحدرت أشكال الخط المغربي في معظمها من الأندلس مع الهجرات المتتالية للأندلسيين، فاحتضنها أهل المغرب وطوروها وتفننوا فيها على مدى قرون. بدأ الخط المغربي في العصر المريني يأخذ شكله النهائي ويتميز عن الخطوط الشرقية المتداولة، وازدهرت أشكال هذا الخط في العصر السعدي كما تجلى ذلك في كتابة المصاحف وزخرفة المساجد والقصور والآثار العمرانية وفي كتابة القطع النقدية. وفي عصر الدولة السعدية شرع في تأسيس المدارس الخاصة بتعليم فنون الخط وأساليب إيجادتها. ولما جاء العصر العلوي اتضحت معالم الخط المغربي وتركزت أصنافه وأنواعه في مراكز حضارية معروفة مثل فاس ومكناس ومراكش والرباط وسلا وتطوان، وفي منطقة دكالة وبني زيان ووجهات مغربية أخرى. لكن وجود الاستعمارين الفرنسي والإسباني في المغرب جعل الحرف الأجنبي يهيمن على مدارسنا مع بداية القرن العشرين، الشيء الذي دفع القائمين على التعليم العربي والمهتمين بالدفاع عن اللغة العربية من رواد الحركة الوطنية في هذه الفترة إلى أن يجعلوا الخط المغربي يحظى بالاهتمام الكبير في المدارس الوطنية، حيث صار مادة مقررة يتعلمها التلاميذ إلى جانب الاهتمام باللغة العربية. وعلى العموم فقد ظل الخط المغربي شأنه شأن الخطوط العربية متألقا متميزا بقيمته الحضارية والفنية والجمالية، وقد زخرت الخزانات المغربية بمجموعة من المخطوطات النفيسة، كما استثمر عدد من الفنانين التشكيليين والحرفيين المغاربة مرونة الخط المغربي وتنويعه البهيج في إنتاجاتهم التي تتيح إمكانات غير محدودة للإبداع الأصيل، كما نلاحظ على جدران المعالم العمرانية والمساجد والمصاحف والرسائل الرسمية والعقود والظهائر الملكية وما إلى ذلك. إذا صغاري أحسنتم، إذا هنا أقرأ النص بطلاقة. إذا أقرأ النص قراءة هامسة، أقرأ النص قراءة جهرية سليمة، ثم أقوم قراءتي بمساعدة أستاذي أو أستاذتي. إذا الآن ننتقل إلى أفهم النص. إذا أغني معجمي، إذا أربط كلمة متألق بمعناها حسب سياق الجملة. إذا هنا عندنا الجملة الأولى، لمع نجم متألق في السماء، وش هي؟ متميز، ساطع، مشهور، طبيعة الحال هي ساطع. إذا بهذا الشكل صغار، إذا نجم متألق كتعني هنا ساطع. أحسنتم، إذا هنا عندنا الجملة الموالية،
أحيا فنان متألق حفلا فنيا. إذا أحيا فنان متألق أي مشهور، فنان مشهور بهذا الشكل الصغاري. إذا هنا عندنا جادو تلميذ متألق أي متميز، أحسنتم بهذا الشكل، أحسنتم أحبتي الصغار. إذا الآن ننتقل إلى أفهم. إذا من أين انحدرت أشكال الخط المغربي؟ إذا صغاري انحدرت أشكال الخط المغربي من الأندلس. إذا أعيد، انحدرت أشكال الخط المغربي من الأندلس. السؤال الثاني، لماذا أصبح الخط المغربي مادة دراسية مقررة؟ إذا الأطفال الأعزاء، أصبح الخط المغربي مادة دراسية مقررة لأنه مع الاستعمار الفرنسي والإسباني في المغرب هيمن الحرف الأجنبي على المدارس المغربية في بداية القرن العشرين. علاش؟ يعني تم تقرير دراسة الخط المغربي. إذن أعيد، أصبح الخط المغربي مادة دراسية مقررة لأنه مع الاستعمار الفرنسي والإسباني في المغرب هيمن الحرف الأجنبي على المدارس المغربية في بداية القرن العشرين. إذا السؤال الموالي، استخرج من النص ما ميز الخط المغربي في العصر الماريني، العصر السعدي، العصر العلوي. إذا هذا الجدول هذا وثلاث أسئلة كاملة غتنقلوها في الدفتر ديالكم. إذا صغاري أنا هنا كتبت لكم على شكل جمل، نتوما تكتبوا هذا الشيء في الجدول، أحسنتم. إذا في العصر الماريني، إذا أحبتي في العصر الماريني، إذا بدأ الخط المغربي يأخذ شكله النهائي هيك ويتميز عن الخطوط الشرقية المتداولة. في العصر السعدي ازدهرت أشكال هذا الخط فكتبت به المصاحف. إذا بهذا الشكل فكتبت به المصاحف يعني القرآن الكريم، وزخرفت المساجد والقصور والآثار العمرانية وفي كتابة القطع النقدية، كما تم تأسيس المدارس الخاصة. إذا أحسنتم. في العصر العلوي، إذا اتضحت معالم الخط المغربي وتركزت أصنافه وأنواعه في فاس ومكنسة ومراكش والرباط وسلا وتطوان ودكالة وبني زيان. إذا نعاود، إذا في العصر الماريني بدأ الخط المغربي يأخذ شكله النهائي ويتميز عن الخطوط الشرقية المتداولة. في العصر السعدي ظهرت أشكال هذا الخط فكتبت به المصاحف وزخرفت المساجد والقصور والآثار العمرانية، كذلك أيضا كتابة القطع النقدية، كما تم تأسيس المدارس الخاصة. إذا في العصر العلوي اتضحت معالم الخط المغربي وتركزت أصنافه وأنواعه في فاس ومكنسة ومراكش والرباط وسلا وتطوان ودكالة وبني زيان. إذا نمر الآن إلى السؤال الموالي، عندنا سؤال أبرزوا المجالات التي استخدم فيها الخط المغربي. إذا هنا عندنا المجالات التي استخدم فيها الخط المغربي هي كتابة المصاحف ياك، وكذلك أيضا في زخرفة المساجد والقصور والآثار العمرانية، وكذلك أيضا في كتابة القطع النقدية والرسائل الرسمية والعقود والظهائر الملكية. إذا نعود، المجالات التي استخدم فيها الخط المغربي هي كتابة المصاحف، وكذلك أيضا في زخرفة المساجد والقصور والآثار العمرانية، وفي كتابة القطع النقدية الرسائل كذلك أيضا الرسمية والعقود والظهائر الملكية. إذا نمر السؤال الموالي، استخرج من النص مفردات أو عبارات دالة على العمران وكذلك أيضا الفنون. إذا أحبتي الصغار، هنا عندنا في المجال العمراني عندنا الزخرفة أو عبارة عفوا العمران، عندنا الزخرفة، عندنا المساجد، الآثار العمرانية، القصور، المدارس، عندنا الفنون، عندنا الخط المغربي، الكتابة العربية، الخطوط الشرقية، ثم المخطوطات. إذا أعيد، استخرج من النص عبارة تدل على العمران، إذا عندنا الزخرفة، المساجد، الآثار العمرانية، القصور، المدارس، عندنا الفنون، الخط المغربي، الكتابة العربية، الخطوط الشرقية، ثم المخطوطات. أحسنتم. إذا الآن أحبتي الصغار، تأكدوا من صحة توقعاتي، ففعلا فالنص يتحدث عن الخط المغربي الجميل، أحسنتم. إذا دابا نمر أركب وأقوم. إذا ألخص فقرة من النص بالتعاون مع صديقي وصديقتي. إذا غتختاروا فقرة من النص، فقرة واحدة، ثم تقومون بتلخيصها. إذا بعد ذلك وضحوا علاقة الخط بالرسم، علاقة الخط بالرسم. إذا أنا هنا اختاريت لكم الفقرة الأولى،
الصفقه الاولى. اذا انحدار الخط المغربي من الاندلس وطوره المغاربه وتفننوا فيه وبذلك اسهموا في الحضاره الاسلاميه. اذا هذا كتلخيص. اذا اعيد: انحدار الخط المغربي من الاندلس وطوره المغاربه وتفننوا فيه وبذلك اسهموا في الحضاره الاسلاميه. اذا السؤال الثاني: الفرق بين الرسم والخط. اذا الرسم هو خط عربي، اذا كان يستخدم في القرون الاولى للادب العربي. اذا هذا هو المعنى او التفسير الاقرب. اذا الرسم هو خط عربي، ياك، كان يستخدم في القرون الاولى للادب العربي. اذا انطلاقا من نظم الشرح ديالنا لهادو، يعني تقريبا في هذا الشيء كيتعلق بالحضاره، اذا خصنا نشرحوه بطريقه اللي هي تاريخيه. اذا الرسم هو خط عربي كان يستخدم في القرون الاولى للادب العربي. اذا تقريبا لا اظن ان المقصود هنا هو الرسم، يعني رسم هكذا اشجار ورسم، اظن ان الرسم هو يقصد به تلك الفنون الجميله التي ظهرت في القرون الاولى للادب العربي. اذا احبتي بهكا سالي الحصه، هذه الحصه هذه نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الماجيه اللي هي حصه الصرف والتحويل. عندنا الفعل وازمنته، يعني التقديم. اذا ما تنساوش احبتي الصغار انكم تخليو لي جيم الفيديو، عندكم شي استفسار خليوه لي في الكومونتير، ولا بغيتو شي درس يعني شي درس كتبوه لي في الكومونتير كذلك. ايضا هكا كتساعدوني باش ندير لكم الدروس في الوقت المناسب. كذلك اذا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جميع الدروس. اذا دمتم في رعايه الله والى اللقاء. حتى الحصه الماشيه ان شاء الله.